بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف حاجه تبع الليست. دلوقتي لو انا عندي مجموعه من النقط بالشكل دوت، مجموعه من النقط بالشكل دوت، يعني نقدر نقول دي ليست ودي ليست تانية. فانا عايز ابدا ادمجهم مع بعض، فهقول له انا عايز ليست، بل عندي امر اسمه ليست كرييت. ليست كرييت، خلينا نكتب على طول ليست كرييت. وعندي امر تاني اسمه ليست جوين. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ اولا الاتنين اقدر اضيف كذا مجموعة من الليست، وده برضو نفس الفكرة. هاخد ده مثلا احطه هنا واحطه هنا، وبرضو النقطة ديت هحطها مرة هنا ومرة هنا، ونشوف ايه الناتج اللي هيطلع لي. واجي هنا اقول له واتش، الاقي ان كرييت بيعمل لي اتنين لستة، يعني بيعمل لي لستة جواها لست واحد ولست اتنين. طيب وليست جوين بيعمل لي لستة واحدة بيرسله كله ورا بعض، يبقى ياخد دول الاول بعد كده ياخد دول الاول. يبقى ده الفرق بين الاتنين. ده بالنسبة فرق بين الليست كرييت والليست جوين. لو جربنا امر زي مثلا ليست كاونت، ده هيعد لي، هقول له مثلا هات لي كمية النقط مثلا اللي موجودة هنا اهوت، فقال لي ان هما ستة، 0 2 4 6 8 10 6 نقط. ده دول كام؟ 9. طيب الليست كرييت طلع عندي 2، عندي لسته 2 لسته. تمام، ده هنا هي لسته واحده فيها عناصر كتيره 15 عنصر، جمع 6 مع 9 طلع له 15. ده اللي هو ليست كاونت. تمام، ممكن نلاقي حاجه مثلا زي